الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى المصنف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصلاة، قال باب فضل الأذان. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال الأذان شعار الإيمان، الأذان شعار الإيمان. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول المؤذنون أطول الناس يوم القيامة أعناقهم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن مجاهد عن أبيه قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم، قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ولا يدودون في قبورهم. ولا إيش يدودون؟ نعم أعوذ بالله. قال عبد الرزاق أمثال هذا كلام من؟ هذا كلام مجاهد؟ مجاهد لا مجاهد مش أبيه هو مجاهد. نعم تفضل. عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وهذا صحيح هذا ما لا شك. قال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن منصور عن عباد بن أنيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس سمعه والشاهد عليه خمسة وعشرين حسن. بس خلاص نقف عند هذا، قف عنده وحافظ عليه. هنا فضل الأذان، باب فضل الأذان. قلنا باب فضل الأذان لتعرفه لأن العلماء اختلفوا اختلافا عظيما بين الأئمة والمؤذنين، يعني بين نصفه بعد إذنك، بين الأذان وبين الإمامة. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الدعوة للمؤذن، وأيضا الفضيلة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمع الأذان أحد إلا شهد له يوم القيامة من جن وإنس يشهدون له يوم القيامة. لما سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد، أنا أشهد في هذا. فالصحيح أن نقول بأن هذه كلها دلالة على فضيلة الأذان، لكن الذي فصل قلت لكم دائما المتنازع فيه الفاصل هو إيش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وما كان مؤذنا، فدل على أن الإمام أفضل من التأذين، لكن في فضل الأذان عظيم جدا. قال أبو بكر الأذان شعار الإيمان، الأذان كما أن شعار الإيمان المحافظة على الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم الأذان شعار الإيمان، ولأنه شعار الإسلام ففيه التصريح بالتوحيد والتثنية بفضل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم وفيه أيضا جمع الناس على التوحيد، جمع الناس على الطاعة. وهذا الحديث أعظم الأحاديث والأثار التي جاءت على فضل المؤذنين. قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا لأنه إيش؟ جزاء فخر أجر انتفاخ، لأنه صوته كالمد صوته يشد وصوته يصل إلى السماء وأذن بالناس الحج يأتوك رجال. فلذلك رزق بجنس عمله فكان من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنه الناس جميعا يمدون أعناقهم لما يسمعونه، فكان من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إن المؤذن قال لا يدودون في قبورهم، يعني الدود لا يتجرأ عليه، وهذا يحتاج إلى رفع، لأن الأمر غيب في حياة البرزخية لا الكلام فيها لا يصح إلا بأصل. وأما حديث أن المؤذن يغفر له مدى صوته قد ورد حديث على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححها بعض العلماء وفيها ولو شواهد. قال ويصدق كل راطب ويابس سمعه، ولأن الأرض تشهد ليس فيها ثمة شيء ومن شيء لو سبح بحمده. قال الله تعالى يا جبال أويبي معه والطير وشهد عليه 25 حسنة، يعني الذي يشهد له ذلك
فالشهادة أيضا نشترك معه في الفضل. الفوائد المستنبطة: رحمة الله بالعباد أيسر الطرق الذي يشهد أنه أذن، يعني يردد وشهد. رحمة الله بالعباد أيسر الطرق يصل بها المرء إلى الجنان. الخير المتعدي عند الله أعظم أجرا من الخير الذاتي. من وين هذه؟ من وين؟ الأذان متعدي خيرها، تعدى الجميع. قد نقول والمؤذن أيضا يجمع حسنات كل من يأتي يصلي، أنه الذي دعاه من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من الدال على خير كفاعله. طيب لو في أسئلة سريعة لأن أنا ما عنديش وقت خالص، أنا عايز عندك أقول سؤال مهم جدا. أخ طلع سأل السؤال 440 مرة: ما حكم الخروج على الحاكم الظالم إن ظهر فسقه؟ أنت قيدتني للإجابة. الحاكم الظالم الفاسق الفاجر لا يجوز الخروج عليه بحال، وهذا فعل الخوارج، وإن كان ظالما وإن كان ظالما وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا. الحجاج بن يوسف الثقفي كان أفجر خلق الله، وكان أفسق خلق الله، وكان أظلم خلق الله. والحجاج بن يوسف الثقفي اختلف العلماء في كفره، وإن كنا ندين الله أنه ليس بكافر، لأنه قال اللهم أنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم اغفر لي. دي كلمة الحسن البصري كان بيتكلم عليه، كف بالكلام عليه لما قال أقال ذلك؟ قالوا نعم، سكت عنه ما تكلم عنه. المسألة عند الله جل في علاه. فالخروج على الحكام وإن ظلموا أقسم بالله فساد مستشري مستطير وحيدة عن السنة وعن عقيدة السلف، وهي من عقيدة الخوارج، فيها ما فيها من الضلال والإضلال والفساد والإفساد. نحن فينا الظلم والفساد والفسق، وفينا المعاصي والذنوب التي غطتنا. أنا أتكلم عن نفسي، ذنوبنا بلغت عنان السماء، نحن أظلم منه ممكن بينها وبأنفسنا لو كان ظالما. فلنعد لأنفسنا صلاحا ونستقبل له صلاحا وندعو له بالصلاح. أما الخروج على ولاة الأمور إفساد وضلال وشر مستطير، انتهاك أعراض، ظلم يقع على آخرين بسبب هذا البله والسفه الذي يحدث، أيضا دماء تسال بريئة أو غير بريئة، المهم أنها أسيلت بسبب هذا الفساد المستشري الذي يحدث. فالخروج على الأمور لا تصح، لأنه قيدني بقيد أحمد على سؤالي، قال الحاكم الإيش؟ احنا بقى نقول بقى والحاكم الكافر يجب الخروج عليه إن ظهر كفره بدليل أوضح مش همس النار. كل ما كانت المسألة عالم جيبز يقول لا هذا كلام لا يصح ولا يسقط المسألة، القول كفر والفعل فعل كفر والقائل ليس بكافر والفعل ليس بكافر، لا يمكن. لأن النبي في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: وألا ننازع الأمر أهله أكملوا إلا استثناء، هو شوف الاستثناء، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله. وانظروا بقى الحديث المرعب، قال: ولو تأمر عليكم عبد حبشي. العبد ليس له ولاية، ما يجوز له الإمارة. العبد لم يتوفر فيه شرط واحد من شروط الولاية. وإذا كان عبد ماذا سيفعل؟ إذا أردت أن تعرف كن أنت، اجعل مديرك في العمل رجل أقل منك ثقافة وأقل منك شهادة، وانظر ماذا سيحدث معك. اضربها على التعميم وسترى، عندما يعلم أنك رجل مرموق، رجل ذا مكانة عالية وعلم وثقافة ورقي في الخلق والنبل، وهو كل الناس ينظرون يعني بشمئزاز، ايش هفعل فيك؟ انت هتبقى شغله ليل نهار يا ولد تعالى، ويعني لابد ينتقص منك انتقاصات، في نقص في النفس، صح ولا لا؟ يبقى انا ليش قلت هذا المثل؟ العبد بقى لو تحكم في رعيه والرعيه فيها النبلاء والرفعاء ماذا سيفعل؟ هو عبد اصلا، عارف ان الرفيع يراه يقول هذا عبد، هو فيه شبه من البهيمه وفيه شبه من البشر، هو يعلم ذلك، انهم الفقهاء قالوا عنه ذلك، ماذا سيفعل فيه؟ سيجعلهم ثمارا للفراش ليأكلونه. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبدة، تأكيد تام أهو الآن، فعليكم بالسمع والطاعة. فالخروج على الحكام الظلمة هذا من فعل الخوارج، ليس من فعل السنة والجماعة، وفيه ما فيه من الفساد المستشري الذي لا يمكن أن يكون من حال الأنبياء والأخفياء والأتقياء والعلماء النبلاء أبدا. لو المرأة سجلت القرآن لأخت ليس فيها ثمة شيء، بل لو سمع الرجل صوتها ليس صوت المرأة ليس بإيش، وواحدة تقرأ القرآن هتخضع أو تقرأ القرآن، مش ممكن، فهو يجوز ما فيها شيء. ابن سعود صلى الله خلف الوليد بن مسلم كان حاكم ثم سفاح المدينة، نعم هذا صحيح يا أخي. الحجاج بن يوسف
ضرب أبا هريرة على قفاه وأنس أهينة وهو قتل ابن عمر، هان الصحابة الغبي الفاسق الفاجر الذي قال فيه الإمام الذهبي نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. شوف واحد بيتقرب بالبغض، نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل ومع ذلك الخروج عليه لا يجوز بحال من الأحوال. هو طبعا الأخ جزاه الله خيرا قال عمر بن الخطاب قال إذا رأيتم مني عوجاجا فقوموني يا أمير المؤمنين، لو رأينا منك عوجاجا لا بالسيف. ده حديث سلمان وأنا أشك في صحته، ليس بصحيح، لكن نقول الآن الكلام على التنزل بأنه إيه؟ بأنه صحيح. ماذا نفعل؟ ائتوني بمثل سلمان، وما كانت سلمان عند ولي الأمر فليفعل ما فعل سلمان. فاهمين كيف؟ ومن من يكون هذا عند ولي الأمر؟ من منكم عنده مكان ولي الأمر؟ عطار رقبته في نفس الوقت تطير رقبته. إنما الصحابة لهم مكانة، الصحابة لهم هيبة ومكانة لأن الله زكاهم من فوق سبع. لما إحنا في زمان كلنا ملأتنا الذنوب والمعاصي، ولأننا أصلا لو تكلمنا أفسدنا، لما مثل سلمان لا يفسد ولا يقول للمسلمين احشدوا هيا نخرج على هؤلاء. أنكروا على عثمان مسائل الصحابة، أنكروا على عمر مسائل في الصحابة، خرجوا عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.